أنا جميلة. صباح الخير يا جماعة، عايزة أبدأ يوم جديد وأفضل طريقة لبداية تنظيف أسناني بالفرشة. يلا ليل ابتسمي. أوتش، أنت عايزة تعميني؟ أنا مش هسيبك، خدي ده. هي دي سحابة؟ ما تعمليش كده. فعلا أنت اللي بدأتي، أنت دمرتي فرشة أسناني، هتدفعي الثمن. إزاي تجرؤي؟ أنت اللي دايما بتبتدي كل مرة. مين هناك؟ مياو. ووو، سيبها في حالها، سيبها أنت في حالها. من فضلكم اهدوا، أنت لا تطاقي. بصوا مين اللي بتتكلم. أوكي يا شباب ما تتخانقوش، خلونا نبني لكم بيوت صغيرة. واو، ده شكلي بالظبط. أيوة، هسيبهم هنا. اتفضلوا، حظ سعيد. شكرا. ابعد عني. عايز تتخانق؟ خد ده يا بنفسجي. فاشلة جدا. واو، ده هيكون برواز رائع. خليني أرسم الخطوط العريضة. أعتقد إنه طلع رائع. شكلي بالظبط، ببساطة مثالية. دلوقتي يلا نشيل الزيادات. هي دي حضانة؟ أنا ممكن أتعامل بمخلبي وبس. أنا خلاص خلصت كل حاجة، واضح إنك ما خلصتش. أنت متأكدة؟ أنا خلصت الأول. أنا حاسة إني عايزة أهرش. لو أقدر أهرش ظهري. أنت مضحكة جدا. مالكش دعوة بيا. واو، ده ممكن يكون مفيد. بالظبط، هعمل حيطة نعمل بيتي. أعتقد كده كفاية. تمام، ده وقت تثبيت الفرو بالحيطة. أتمنى أقدر أعمل ده. رائع، كمان شوية. يوه، حر قوي، مستحيل. خلاص كده، وتبصي على إيه؟ أنا عملت كل ده بنفسي. لكن إزاي؟ على فكرة مش مهم. أهلاً يا جماعة. هي إيه ده؟ مسكتك. هي ما تضحكيش على دوك دي، ده ممل. أنت كويسة؟ فهمت. بصي شوفي عندي إيه. أنت ذكية قوي، شفتي ده يا ليل؟ مش دي كل حاجة، عندي فكرة عن طريقة التكيف مع البيت. يلا نعمل دايرة. عظيم، دلوقتي ممكن نقصها. هعمل منه شباك. واو، ده جميل قوي. خلاص، ايه رأيك؟ رائع، مش حاجة مهمة. ودلوقتي محتاجين ندهن. هايل، هنقص التفاصيل المهمة من الفوق. أنا محتاجة أخلي بالي، الخيط سخن جدا. هيا هرسمه باللون الأبيض، والعين الكبيرة هتكون جاهزة. هايل، دلوقتي نجربها. أعتقد إنه مش وحش، إيه رأيك؟ شكرا جدا، دلوقتي يلا نبص على بعض. لطيف قوي. طيب ممكن بيتك يعمل كده؟ شوفي، أو ممكن يبصلك، فهمتي؟ وأهي أنفك يا كتنب يا صغير، مش هتقدر تتفوق عليا أبدا. ودلوقتي هنتنقل لتاني حاجة. إيه، بصي العصاية دي، عجبتك؟ أيوة، عايزة ألعب. امسكيها، مضحك جدا. هيا هنا، ليل بتعمل إيه؟ هوريكم، أنتي دايما مبتكرة. بصي ايه ده؟ لكن انا كمان عملت دي صغيره. والصلصال فكره كويسه. ليل، ممكن اخد صلصال الانف لو سمحتي؟ ما تزعجنيش. واقعه جدا، دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ من فضلك. طيب ما تبصليش بالشكل ده. هي امسكيها. شكرا، هعمل الباقي بنفسي. واو، هو ده صلصال الهوائي جاف؟ ده بيمط بشكل رائع، ليه ما نضيفش سلايم كمان؟ مش قادرة أرفع عيني عنها. وإيدي كمان، ده هيكون جميل جدا. أوه،
بص ازاي بتلزق الخرز. هو دلوقتي يلا نضيف جليتر ببساطة رائع. أنا ما شفتش الجمال ده في حياتي. يلا نضيف ألوان أكتر زي الأضواء الشمالية. واو ده مش معقول، رائع. دلوقتي يلا نخلط كل حاجة كويس. واو انتي شفتي حاجة زي كده قبل كده؟ أنا ممكن أعمل كده طول اليوم. دلوقتي محتاجين نضيف ألوان. عظيم، يلا نخلط كل حاجة ونشكل أنف صغيرة. تمام، جميل، شكراً، أنا عملتها. برافو يا دكدي، ما تبدأيش. هي أنت نسيتي أي حاجة؟ العصاية، هجيبها. مضحكة قوي. هي فين؟ أولاً محتاجة اللزقة على الأنف. رائع. إيه؟ ودلوقتي الودان في مكانه. عظيم، عايز نهرش لك ورا ودنك؟ ظريف جدا. ايه ده؟ يلا نشوف. ممكن نبدأ، هنقص الطول المناسب. مظبوط جدا، دلوقتي نربطهم. رائع، دلوقتي السلك. تمام. هي دوك ديك، هو ده بتاعك؟ انا همسكها بس. اوكي، عندي حاجة تانية أعملها. أوه ده شعور حلو قوي. المفروض أعمل إيه؟ أوه عرفت، دلوقتي هسبق كاتنب بسرعة بس عشان ما ياخدش باله. أوبس. ها؟ إيه ده؟ أكيد بيتهيألي. واحد كمان. أهو نجحت. إيه اللي بيحصل هنا؟ واضح إن مفيش حاجة. كنت هتمسك، لكن دلوقتي عندي السلك، هاتنيه صح. دلوقتي ممكن أبدأ في الودان. يلا نقطع الفوم على طول محيط الإطار. رائع. دلوقتي محتاجين قماش، المقص مش هينفع. فيه دلوقتي ممكن نخيط كل حاجة. طلع هايل، يلا نجربه. واو والتاني. لا ابعد عني، ساعدني كاتناب. خمس دقايق كمان بسرعة. هو ده اللي انا محتاجاه. ابعد، ازاي ارفعه بتلميح؟ فهم شباب، انا فعلا محتاجة مساعدتكم، من فضلكم اعملوا لايك للفيديو عشان اقدر اخرج من هنا. شوية كمان صغيرين، وكمان اكتر. أخيرا. كاتنب انت سامعني؟ كنت هتخنق هناك. ليه خوفتيني؟ انت بتقول ايه؟ اتخلص منها. مش لازم. باي باي. بيبي انت اكيد جعان. وانا كمان جعان فعلا، محتاجة الاقي حاجة كسناك. اهو غدايا النهاردة، شكله مش لذيذ خالص. مقرب. يمكن يكون نفسك في فراخ مشوية، ها؟ أعتقد إن عندي فكرة. ها؟ مسكتك، ده صيد هايل. بتعملي إيه هنا؟ باكل الغدا. هي، هاتيها. ممكن نبادل؟ مياو. أوكي، سمكة، أخيراً. ها ده اللي محتاجاه. شكرا كاتناب، دلوقتي هعمل لسان لبيتي، هيكون الحشو ده مفيد، هيكون ناعم زي السحاب. رائع جدا. دلوقتي ممكن نلف كل حاجه ونستخدم اللزق السخن. دلوقتي نقفله. لذيذ جدا. ايه ده؟ خلاص، جميل قوي، انا بحبه. استحق ارتاح شويه، المكان جميل جدا هنا. لبن قوي. دلوقتي انا جاهز.
دلوقتي لازم أعلمك الكلب ده درس. هاي ده وقت الحفلة. دي جي كاتنا بروك. أوه أيوة، إيه رأيك في رقصتي البريك دانس؟ ده رائع جدا. أوه أيوة، إيه الدوشة دي؟ واو، دي حاجة لا تطاق. أوه أيوة، خطتي نفعت. هاي اصحي. هاي إيه ده؟ حاولي تمسكي النقطة. يلا مش هتفلت. استنى، انت رايح فين؟ واو مسكته. واو ماشي، ده مضحك جدا. كفاية كده، انت اللي بدأت. ماما مش ممكن تلحقيني. دوك دي، ايه اللي حصل؟ المسكينة، قوليلي ايه اللي حصل؟ كاتنب مستمر في إزعاجي، مش سايبني أنام. أوه ما تقلقيش. عندي فكرة، أنت مستعدة؟ الأول عايزين نحدد الحدود. دلوقتي هنرسم خطوط أكتر. بالشكل ده، ستائر الأسنان جاهزة. واو شكرا، أتمنى كل حاجة تكون كويسة بالنسبة لك. دلوقتي مفيش حد هيزعجني. أوه أنت رجعتي، يلا نلعب. ده مش هينفع تاني. دي خوفتني، ده وحش بأسنان. أنا كمان محتاج أنياب. أعتقد كده كفاية. دلوقتي كاتناب مسلح بالأسنان. أوه نسيت خالص موضوع الكفوف. دلوقتي هنبدأ الشغل. الإطار جاهز. دلوقتي يلا نملاها بالحشو. رائع جدا. هنحط غطاء من القماش الفاخر وهنربط جامد. ممكن تكون هادي. واو بصوا ده، شايفة كفوفي؟ وفين بتوعي؟ اوه يلا نعملهم دلوقتي. هنغطي الودان. مش هتقدر تعمل حاجة. هاي بيبي ليه بتعيطي؟ كلهم بيتنمروا عليا في المدرسة، أتمنى تساعدني. طبعا هساعدك، يلا بينا روم تريك. ما كنتش عارف إنك تقدر تعمل ده. ووصلنا المدرسة. هاخدهم. أرجوك كفاية. هاي ده مش مضحك، أنت ما سمعتهاش؟ سيبيني في حالي، الكلام واضح. خلاص كده، أنت في مشكلة. حد يوقفه. كفاية كده، أنا زهقت. ابعد عن البيبي. إيه اللي بعد كده؟ رائع، وده ليك. استنى ثانية، هو ده كان إيه؟ كاتناب ضخ. دلوقتي جه دوري أنا. أنت عملت إيه؟ نزلني أرجوك. روم تريك. شكرا، وده لمساعدتك. واو ده الودان زي كاتنب بالظبط. شكرا، اعتقد انها هلست كمان. خلصنا. طيب وبعدين؟ كاتنب يلا نروح البيت، النهارده كان رائع. انت ساعدت كتير. وقت تجربه الودان. هاي بيبي، يلا نعمل لك اللبس. انا معايا المستلزمات. اوه ده هينفع، نفس اللون بتاعي. يلا نبتدي. ده فستان أختي. هاي روم تريك. واو رائع جدا، شكرا يا كاتنب. دلوقتي ممكن نشطب على النقطة دي. احنا عملنا شغل هايل، مهملة كتيرة قوي فضلة. اعتقد انها مش هتكون سعيدة بده. لا دي راجعة تاني. ايه فين فستاني؟ ارجوكي سامحيني، ده فستان البروم بتاعي. لا لا بلاش كده. انتي بتتكلمي عن ايه؟ وبتكلمي مين؟ ده كان هيحصل. انا هكلم ماما دلوقتي، وانتي اكيد هتكوني في مشكله. بلاش بلاش كده. هعمل كده. ايه دي؟ خدي ده. اوه شكرا. واو التوب جميل قوي. كان هيضربها. شكرا. ها ايه؟ انا كنت رميتك. المره دي اكيد هتخلص منك.
مساء الخير، عايزة أرجع اللعبة دي. أوه، في حالة كويسة. طيب اتفضلي. واو، فلوس كتير قوي. شكراً، أتمنى لك يوم سعيد. طيب طيب طيب، دي خلاص. اتفضلي. شكراً. ده يوم هايل. هتشوف. واو، فوالا، ده ليكي. شكرا. ودلوقتي لازم امشي. وهو، انت رجعت، وحشتني. بص انا رسمت ايه. يلا نوقعها، اصدقاء للابد. رائع جدا. يلا نرجع للميك اوفر. طيب والميك اب، انت جاهزه؟ فين المنتجات؟ رائع، شكلي هيكون زيك. طبعا. شكرا يا كاتنب. واو، رائع جدا. اعتقد اختك جت. ده ال او ال. اوبس. ايه، لا، انت لمست الميك اب بتاعي؟ ازاي تتجرأي؟ ده انت حتى ما سالتنيش. هي اللي شريره كده. بيبي ما تزعليش، كل حاجه هتكون كويسه. عندي ليكي مفاجاه. ترى. واو، رائع جدا، لكن احنا لسه ما خلصناش الميك اب. يا شباب ساعدوني، ارجوكم اعملوا لايك عشان اقدر اكمل الميك اب، والا مش هكون كاتنب. ساعدوني ارجوكم. اوه، نفع. كاتنب، بص، بقينا توأم. رائع، ممكن نشربه. لازم نلاقي لك شوز. خليني اساعدك. طيب، ما عندناش وقت كتير. ها، مين ده؟ حلقه، عندي فكره. هترموا سنيكر وهتاخدوا جايزة حلوة. واو، رائع جدا. ايه اللي بيحصل هنا؟ انا هنضم لهم. انا هعملها الاول. ده كان اسهل مما توقعت. ياي، هاي، هش، دوري. في الهدف. فين الكندي بتاعتي؟ اتفضلي. شكرا. انا خلاص همشي. اوهو، كندي. لا، الكاندي للمدرسة. هي شريرة أوي. باي يا جماعة. هاي بيبي، أنا جبتلك حاجة، تحبي تبصي؟ إيه ده؟ أنا جمعت كل الشوز اللي في المدرسة، أعتقد إن في حاجة هتناسبك هنا. أوه، طيب. أنا هستناكي. تروم تريك، إيه رأيك؟ أنت عارفة الستايل مش هو ده. تروم تريك، طيب وكده؟ لا، شكلها مش حلو. طيب وكده؟ أنا عاجبني. طيب وأنت؟ آسف يا حبيبتي، بصي تاني. أنت بتعملي إيه هنا؟ روحي اغسلي أسنانك بسرعة. إيه ده؟ لازم نتخلص من ده. كده أحسن بكتير. كفاية. وأنتي؟ مين اللي قال كده؟ انت تاني؟ بس ازاي؟ فاشل. ايه؟ هو انت معمول لك سحر ولا ايه؟ خليك هنا دلوقتي. طيب، انت اللي جبته لنفسك. انت، هو اختفى؟ ده مش كويس، لكن انا هلاقيك. ايوه، مش هتعرف تستخبى. بالظبط اللي محتاجينه. انت رجعت؟ فين اختي؟ يلا نرجع للميك اوفر. واو، دافي قوي. يلا نشوف. خلصنا نقطة كمان. دلوقتي مش هتخافي من اي وحش. تقدري تتعاملي معاها؟ سهلة. هاي، يبقى تعالي ورايا. بصي، احنا قربنا خلاص. عندك حق، اهي هناك. هي مش شاكة في اي حاجة. بس خليكي هادية، خليها مفاجأة. أوكي، أنا هخوفها دلوقتي. يلا. أوه، يلا نلعب. رائع، أنا مش حاسة بوحدة من غير ناس. استنى يا كاتنب. إيه المشكلة؟ مش هنخوفها، هي طيبة. يلا نلعب مع بعض. كفاية. هي، طيب وأنا؟ ما حدش محتاجني. باي باي يا بيبي، كنت فاكر ان احنا اصحاب للابد.
ممكن نلعب برا؟ يلا. أوه، أنا وحيد قوي. ليه البيبي سابتني؟ يلا بينا. أوه، أنا مش هسامحك. آه، إيه ده؟ بتحبي تلعبي استغماية يا بيبي؟ استخبي من ده. أنا خايفة قوي وفعلاً عايزة أنام. واو، استني يا بيبي، ما تناميش، إحنا في خطر. يلا اصحي. إنتي مين؟ ممكن يسمعنا، أنا هشغله. هاي كات. أوه، إنتي كمان عايزة تلعبي؟ ده شافني، أنا لازم أستخبى. أعتقد إن أنا أمان هنا. ممكن يكون مشي؟ أوه، أنا عايزة أنام قوي. هو ده. بابي، هي هتكون كويسة؟ دادي انقذني. هو أنا فعلا نمت على الأرض؟ فين البيبي؟ استنى، إيه؟ انقذني؟ إيه ده؟ أعتقد إنهم دخلوا الدولاب. هتصرف معاه، محدش هيأذي بنتي. أوه. إيه الكابوس ده؟ كنت فاكر هيكل عظمي في الدولاب مجرد كلام. هاي، الأحسن لك تجهز لمعركتك مع كاتناب. عندك حق، أنا همسكه، أنا هازم كاتناب. لو أذى بنتي هيضطر يواجهني أنا الأب الخارق. خلي بالك، يلا نبدأ التدريب. ها، أنا هوريك. تروم تروم تريك. ها أنا جاهز. إيه؟ آه، سيبني بلاش لو سمحت، سيبني. أوه لا، هو أنا فين؟ آه يوه، ده مجرد بورتريه، قط غريب قوي. هضربه. ها؟ ده كان ايه؟ انا مش عاجبني ده، هي دي راسه؟ ايه الرعب ده؟ كنت فاكره صاحي. اه، ازاي ده ممكن؟ خليك بعيد عني لو سمحت، انا لسه صغير. اه، بس بلاش كده، سيبني، مش قادر اتنفس. اه، اوكي كده خلاص، كفاية. راس غبية تاني. خدي. شكرا يا مضرب، نجحنا وفوزنا. آه، ركبتي دي بتوجع، أنا لازم أخلي بالي. واضح إنه خلص على نفسه. فين دفتنا الصغيرة؟ هنا؟ لا، ممكن تكون هنا. أوه لا، هي راحت فين؟ أنا هلاقيكي. أوه لا، كنت فاكرة مش هيرجع تاني، أتمنى ما يلاقينيش. المفروض أعمل إيه يا كيسي؟ أوه، تصرف مريب جدا. ما سيبهوش يلاقيكي، أنا هتعامل معاه بنفسي. أعتقد إنه ما شافكيش. هاي. أوه لا، هو ده غاز؟ أنا مش حاسة إني كويسة. هو ده كل حاجة؟ لو قدرت أوصل للسلاح كنت هتعامل معاه بسهولة. فهمتك، خديه. إزازة؟ لا، سلاح تاني. أوكي، هرميلك حالا. فرخة؟ لا، أوكي كفاية. هو في مشكلة؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ أنا طلبت سلاح، أنتي ليه مش شايفاه؟ كان لازم تقوليلي من بدري. يلا بينا، اتفضل. بكل سرور. طيب ده؟ اتفضلي يا كيسي. كورة؟ انتي بتهزري معايا؟ اوه، كورة، انا دلوقتي همسكك. ايه؟ هي فعلا نفعت؟ فيو، كان هيغلبني. كاتناب؟ مياو. هو هو هو. انا هسيبك. برافو يا بيبي. وهو، كيسي رجعي. مش بالسرعة دي. اوه لا،
أتمنى ما يكونش شافني. أنا رجعت تاني. فين كتناب؟ يو ده مغرب. مفيش حاجة مفيدة. أوه أنت جديد؟ أوه وساي أنت وقح قوي. أنا هعلمك تتعامل بأدب. واو دراعات دي ما تشدهمش. ليمبو عملتها. أنت فاكرني بلعب لعبة معاك؟ مستحيل. آه أنا اتزنقت. فيو فاكرة نفسك ذكية. ما تتجرعش وتسخر مني. أنا في صفك فعلا. كلامي واضح؟ أيوة بس سيبيني أدخل. أنت جبت هاجي واجي معاك؟ ده مدهش. دلوقتي افرك جسمك. أنت ناوية على إيه؟ هتكتشف حالك يا أشعة هنا. هاي يمكن مش المفروض تعملي كده؟ أيوة المفروض. روم تريك. أوه دي طلعت هايلة. أوه أيوة أنا دلوقتي بمتلك قدرات أكتر. أنا انتهيت من كاسي. مش فاضل غير البنت. يا ترى مستخبية فين؟ اطلعي. انت عايزاني اكون لطيف معاكي صح؟ عايزه انام قوي بس مش هينفع انام. انا لازم استحمل. يا شباب لو سمحتوا اعملوا لايك للفيديو. انا محتاجه لايكس كتير عشان افضل صاحيه. اوه شكرا المحاوله نجحت. استمروا من فضلكم. نفعت. الدخان خلاص ما بقاش يخوفني. طيب طيب أظن إن أنا سامع حاجة. ما تقلقي يا شبابي المساعدة في الطريق وهنا بيوصل كاتناب. ووهو واو أنت بتهزر؟ أنت مش مخيف وما بتتعاملش بالشكل ده. قصدك إيه؟ يلا نعملها تاني. راه أنا هدمرك. ما بتتعملش كده. أنا عارف إنك مش هاجي. كفاية بص. ايه ازاي ده حصل؟ اوبس انا مش هضيع وقتك. قضي يوم جميل وبلا بلا بلا لا. لكن ليه؟ باي باي. ده كشفني الخطة فشلت. المفروض اعمل ايه؟ انا حاولت جامد. اوه لا حصل ايه؟ ده غلبني. ما تعيطش زي الأطفال. طيب عندي حاجة ليك ولازم أعملها بنفسي. على شريحة كرتون هنخطى سلويت الإيد بس أكبر شوية وبعدين هنقصه. كروم تريك. نكرر على بلاستيك فوم. نلونه اللي هاجي محتاجه بالظبط. هاي بص ده مش هينفع. انت محبط. يلا نحط لزقه على الريست ونضيف قطع مختلفه. تقريبا خلصنا. تروم تريك. المسدس الايد جاهز شغله. هاي انت كمان هتحتاج ده. اوه طيب ايه ده؟ دلوقتي بقى سلاح ممتاز. هو ده علشاني؟ حلو قوي. مش قادر اصبر عشان اجربه. دلوقتي أنا أقوى. وممكن كمان تلعب باتي كيك. أنا دلوقتي مستعد يا كاتناب. خلي بالك. بس افتكر خلي بالك من الغاز. تمام شكرا يا مامي. طيب طيب وفين كاتناب ده؟ أكيد هو خايف مني. أنا بس أشوفه وهتصرف معاه. مفاجأة. ابعد عني. ما ينفعش تفوز. هنشوف الموضوع ده. الغاز بتاعك مش هينفع معايا. اوه اليافطة دي اعتقد اني عرفت هعمل ايه. تروم تريك. مش ممكن يكون ده صح. تستاهل. يلا نزود شوية. بلاش كده. الحقوني. عجبك؟ هو ده يا كتناب. اللعبة انتهت. هاي انت مش هتمسكني يا فاشل. كفاية انت بس محظوظ. امسكني لو قدرت. دي كارثة. انا لازم اعلمه درس. تعال ارجع. هو فين؟
حلوة قوي، دخل في مصيدتنا. هم كلهم راحوا فين؟ واو ايه ده؟ حلو عمود خربشة. اوه جميل جدا، ده حلو قوي. نجحت، دي فرصتنا، بس اوعى تتحرك. دلوقتي دوري انا. اوه خلي بالك، سيبيني. مستحيل، اتعامل معاه بسرعة، انت اللي جبته لنفسك. الف ضربة بالكف. انا همسكه. كفاية كده، كفاية، آن الأوان تعرف مين المسيطر هنا. أوتشي ده بيوجا. إنتي اللي بعده يا مامي. أوه لأ. ها عجبتك؟ ها ها، مش هسيبك تخرجي من هنا. ها 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 ها، لسه محتاجة أتعامل مع البنت، مش هتعرف تروح بعيد. وقت الصيد. أتمنى بابا يكون كويس. إنتي فين يا بيبي؟ أنا لازم أعمل حاجة، جاتلي فكرة. يا فار تعال هنا، أنا حالا هوريك كيف نبدأ. انطلق، أتمنى إنها تنفع. إيه ده؟ فار؟ تعال هنا، أنا همسكك. ده مش مخيف أصلا. مياو. يا ترى بيلعب بالليزر؟ شعاع نور؟ حلو أوي. تعال هنا، هاي أنت رايح فين؟ أوب. أوتش. سخيف. مش هتعرفي تهربي، تعالي هنا. استني ثانية، انت اهو. لازم امشي. كفاية. الحقوني. انت بتهربي مني بقالك كتير، بس دلوقتي انا مسكتك. سيبني، ما تعملش كده. فات الاوان، ودعي حياتك يا بيبي. تروب تريك. ازاي هعرف افك نفسي؟ نفعت. عجبتك الحركة دي؟ هاي مش ده المطلوب. تاني؟ ده مضحك. ايه كل ده تاني؟ مش قادر استحمل. ده كان ايه؟ اوكي يبقى انا هاكلك حالا. لذيذة قوي، اخيرا ما بقتش جعان. يا شرير انت. رجع لي بنتي، انا هعد التلاتة والا هتندم على تصرفك. يعني ظهرت. خد دي يا فاشل، انت اللي طلبت ده. انت عملت ايه؟ هتندم على ده. سيبني وشي. هاي مين ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ بلاش كده ارجوك، بلاش. وقف لو سمحت. بابا اصحى. انا فين؟ ايه يعني ده كان حلم وكتناب اختفى؟ بيو، شعور مريح. انا مبسوط قوي انك بخير. انا عندي هديه ليكي، يا ريت تعجبك. شكرا يا بابا، باربي دي حلوه قوي. دي كمان عروسة بحر. واو حلو جدا، هنكون أعز صديقتين. وانت يا ليدي باج ارتاحي هنا شوية. باي. أنا فين؟ أنا مش قادرة أتنفس. محتاجة 10,000 لايك عشان الصندوق يتفتح. يا شباب ساعدوني لو سمحتوا، اعملوا لايك للفيديو ده عشان أقدر أطلع من هنا أرجوكم. أعتقد إن انتوا نجحتوا، اضغطوا شوية كمان بسرعة من فضلكوا. واو نجحنا، أنا حرة. وادي ماسك الأكسجين، أنا كويسة. شكرا يا شباب، انتوا الأفضل. بيبي أنا هنا. هاي سامعني؟ انتي جميلة جدا، تحبي تومي؟ ليدي باج مسكتك، ما تضايقنيش. واو انتي هنا ليه؟ عارفة انتي ممكن تنفعيني، انا جاتلي فكرة، لو بقيت عروسة بحر هعرف اخرج من هنا. انا محتاجة بس اعمل كام خطوة. اول حاجة هي الميك اب. هيل
يلا نشيل الماسك الأول. شكلي رهيب. المية غسلت لي الميك اب، سبب هيل عشان أجرب أعمل ماسك. جميل جدا. يلا أسرع، ده وقت إن أنا أحط ميك اب لنفسي. أها، دلوقتي محدش هيعرفني. مش شكلي كده حلو؟ هي إيه رأيك يا بيبي؟ بصي، أنتي مسلية قوي. إيه ده؟ ده وقت غسيل أسنانك. أوه ماما، مش عايزة. أنا واثقة إنها هتحب ده. يلا نشوف إيه بعد كده. أعتقد إن أنا هقدر أعمل ده، بس أنا تسريحتي عجباني. مش عايزة أغسل أسناني. أوتش، هو إيه ده؟ راسي، إيه مشكلتها؟ دي بتوجع وبتلزق جدا، لكن أنا ممكن أستغل ده في صالحي. أنا محتاجة أسرح شعري بالفرشة، كده أحسن بكتير. وهغسل أسناني في نفس الوقت. بتلمع زي كريستال، جميل. أنتي لعبتي المفضلة. استني، في حاجة بتلمع. عندي فكرة، ده وقت الصيد، بس اوعي تخوفي السمك يا باربي. ده بيطاردني، حد يساعدني. طب استخبى فين؟ هربت بصعوبة. لا، ده رجع تاني. بس بلاش كده، مش حاسة بالأرض تحت رجلي. أعتقد إن دي فرصتي، أتمنى أقدر أوصل للمقص. يويو ليدي باج، في الوقت المناسب. دلوقتي هقدر أخرج من المصيدة بسهولة. باي باي. ده كان مخيف. في إيه بعد كده على الليست؟ طب عروسة البحر، يا ترى ممكن نستخدم إيه لعمله؟ بالظبط، في عندي قطعة قماش، يلا نزينها بالترتيب زي قشور السمك. هشيل كل حاجة مش محتاجاها ونوصل الأشكال ببعضها. في حاجة ناقصة، يلا نوصل الخرز الأسود ببعض. هاي دلوقتي ممكن نزود بقع السودة. روم تريك. هحتاج بقع أكتر. أعتقد كده كفاية، ده لايق عليا جدا. في ايه بعد كده؟ الديل. طيب ايوه، اكيد هو اللي ناقصني. ممكن يكون في حاجه في الصندوق. واو، ده بالظبط اللي انا محتاجاه. يا ترى شكلي كده بقى شبه عروسة البحر، مش وحش. ده بيوجع. انا محتاجه اشتغل على ديلي. بالظبط، يا ترى ازاي هوصلهم في الزعنفه؟ جاتلي فكره. يلا نلف الرجل ونلونها بالاحمر، المفروض انها تنفع. هي وادي اللون اهو، يلا نجربه. واو، ده طلع احسن مما تخيلت. البقعه دي شكلها هيكون هايل على ديلي، زي كده. شويه كمان وخلصنا، ده مثالي. اوكي، نجحت. هاي بيبي، شوفي الطقم ده. انت اعز صديقاتي، انت مسليه قوي. بيبي خلي بالك من السمكه. هاي دي مؤذيه قوي، امشي. لا بلاش، ده وحش حقيقي. هما ضربتين والنصر هيكون من نصيبي، بس يا ترى هعمل ده ازاي بالديل؟ مضطرين نغير الخطة كلها. هاي سباتشيان. هاي، انت محتاجة مساعدة؟ انت عايز تساعدني بجد؟ انا كمان مش عاجبني الجار زيك، ممكن اسلفك مخالبي. فكرة هايلة، يلا دلوقتي هعرف اتعامل معاه، وكده مفيش حاجة هتخوفني. ده وقت تعليم سمكة البيرانا دي درس. اسمحي لي اوريكي كونغ فو الاعماق، تعالي لي هنا. مش هتقدري عليا. شكرا يا سباشيان، انت انقذتنا. انت جبتهم منين؟ ايه، ممكن تفوزي بجايزة؟ يلا نحاول، اتمنى ما ضيعهاش. تروم تريك. لا، انت ازاي فزت؟ مش عارف، ده مجرد حظ. انا مش محظوظة النهاردة. بص،
أنا معايا يويو. تروم تريك، نجحت. واو، في إيه جواها؟ ده عقد جميل قوي، أنا لازم أقيسه. تروم تريك، واو شكله حلو عليا. أنت رأيك إيه؟ وفي كمان حلق، شكله هايل مع لبسي. حلوة ها؟ رائع. خلصت كمان نقطة. أوه أنا جعانة جدا. طحالب بحرية. أوه ده مقرف. أنا هطلب ديليفري. ألو، أنا عايز أطلب غدا للحوض المائي. هاي، أنا وصلت. أعتقد أني في العنوان الصح. أوكي، وفين اللي بعده؟ ده غريب. استني، هي قالت الحوض المائي. مدام، هي، اتفضلي طلبك. الدونات لسه دافية، استلميها. واو دي كبيرة قوي. هي دي كل حاجة؟ والمكرون. واو، وده على حساب المحل. اوه يومي. واو ايه البطن دي؟ كده مش هينفع دلوقتي. كده هي معاد الدفع. ده علشانك. انتي معاكي كاش؟ اوه انتي افضل زبايني. خلينا نشيل ده احتياطي. هي بيبي، انا هنا. بصي بيبي، سيبني في حالي يا هاجي. روحي التويلت. اوتش. سكيبيدي دب دب، سكيبيدي دب دب، قوم. سكيبيدي دب دب، هاي. انت مين؟ اوه انا كنت هقع. ما جاتش فيا. يا سخيف، انت عارف انا هعمل ايه فيك؟ ضربته. لكن تسريحة الشعر لسه بايظة. طيب ممكن اعمل ايه؟ استني، ايه ده؟ اعتقد انها مش خوذة عادية. وفي ايه جواها؟ واو الكريستالات دي ممكن تخلي شكلها جميل. هنلزقهم على طوق شعر بمسدس الشمع. شكلهم حلو. يلا نكمل. ممكن نضيف خرز اسود. تروم تروم تريك، خيط جميل جدا، اضافة هايلة. نلزقه كويس كده، احسن بكتير. دلوقتي يلا نقيسه. واو جميل جدا. دلوقتي ما حدش هيبوظ لي شعري. فين التويلت يا هاجي؟ انت عايز تبدا خناقه؟ يلا انت فزتي يا باربي، يلا نروح نحتفل. حاجه تكسب، مش هسيب الموضوع بالشكل ده. انا هنتقم بالشوكه الثلاثيه دي، ما حدش هيقدر يمنعني. كراب، هو ده انت هاجي؟ اوبس. هاي هاي، بتعمل ايه هنا؟ انا عندي ليك عرض هايل. كل عروسة بحر لازم يكون معاها شوكة ثلاثية. كلامك مريب. انت بتتكلمي عن ايه؟ بصي ده شرط على القايمة. يبقى عندك حق، بس انا فاضل معايا 20 بس. اتفقنا، وانا هاخد التويلت. اوتش، انت متأكد؟ ايوه خديها، انا مش محتاجها. واو حلوة قوي. واو سوبر كات، هو ده انت؟ ايه الرعب ده؟ كان هيتمسك. ما تخافش، أنا هنا معاك. أنا ما عنديش أكسجين كفاية، بسرعة. أوكي أصبر. مش قادر. كان معانا حاجة هنا. بالظبط، أسرع. أعتقد إني لقيته. اتنفس يا سوبر كات، أعمق. هعمل إيه دلوقتي؟ يوه، كنت بدأت أقلق عليك فعلاً. أنت بتعمل إيه هنا؟ ليدي بوك، الخاتم ده جميل زيك بالظبط. ده علشاني؟ مش قادرة أصدق عينيا. جميل جدا، شكرا، أنا حبيته. ده بيلمع قوي. استنى دي، مين دي؟ أوش، دي بتوجع. أوكي خلي بالك. تروم تروم تريك. واو إيه رأيك لو عملنا حفلة؟ حلو. خلاص كده امشي.
الماسك بتاعي هو فين؟ مش هنا. ممكن أوتش، ليه؟ أهو وحشتني. دلوقتي يلا نضيف شوية سحر. حل، دلوقتي أنا ليدي باج الأعماق، حاسة كأني عروس البحر في المية. استنى، لو الشوكة الثلاثية معايا ده معناه إن أنا معايا الطقم كله. إيه اللي بيحصل؟ هي البرانة دي رجعت تاني؟ تروم تريك، ضربتها. وهو هاي بيبي، بصيلي، أنا دلوقتي عروس البحر كمان، أنا هنا، بصي. أو لأ، إيه الدوامات دي؟ هو أنا ليه مش محظوظة كده؟ الطفلة دي محتاجيني. ليدي باج مش هتساعدك؟ متأخر قوي، ما حدش هيقدر ينقذك. بس بلاش ده، أنا جاية لمساعدتك. ليدي باج! دي باج وصلت، أنا هوريكم يا أشرار. ما حدش يقدر على الباك بول. واو، شكرا، انقذتيني بيبي. انت كويسه؟ اتمنى ما اكونش اتاخرت. ها بص حواليكي، انت كمان بقيتي محبوسه دلوقتي. او خلاص كده، ما حدش يقدر علينا دلوقتي. من غير قوتها ليدي باج مش بتشكل خطر علينا. ليدي باج دلوقتي بقت مجرد حشره. اوه ده سخن. واو ده باك بول، ايه اللي حصل؟ هاتي الكرة دي دلوقتي. الاحسن انك تديها لي، ارجوكي فوقي. اوه لا، احنا في مشكلة. واو ده كان ايه؟ بيبي انت انقذتيني، ما تخافيش، دلوقتي انت كمان بقى عندك قوة الليدي باج. انا لازم اعلمك كل حاجة. شنط الليدي باج. واو، وانتي لسه ما شفتيش اللي جواها، ده كتيب تعليمات لطريقة التحول لليدي باج، وانتي قدامك مشوار طويل، أتمنى تكوني جاهزة. طبعاً، كنت بحلم بده طول عمري. أنا فرحانة قوي، يلا نبدأ بالحلقة. أوكي، بس إمتى هستخدم القوة؟ أوه، ما كنتش أقصد، أسفة. بيبي بلاش تسرعي. أنا أسفة، أنا كنت زيك بس كان عندي حبوب أقل. خلينا نتخلص منها. تعالي، أنا هخليكي ليدي باج حقيقية. ها رائع جدا، أنا سعيدة إنه عجبك. دلوقتي لازم نشيلها. أحيانا الصراع مع الحبوب بيكون ممتع أكتر من الصراع مع الأشرار. واو شكرا يا ليدي باج. مفيش مشكلة، لحظة واحدة، إيه اللي على أنفك؟ أوه رؤوس سودة. طيب أنا بقيت ليدي باج. مش بالظبط، إحنا هنظبطه باستخدام جهاز منظف. خلينا نزود القوة ونظبطه بأقصى سرعة. أوبس أنا زودتها شوية، لحظة واحدة، بس بلاش كده. اطفي. رائع، ما كانش عندي شك فيكي. هيل، خلينا نرجع للقايمة بتاعتنا، إحنا لازم نعملك لبس للأبطال الخارقين. استني هنا هرجعلك حالا. أوكي، المدينة دي تستحق بطل نضيف. يلا للمغسلة. إيه؟ ممكن أنضم لك؟ لو سمحت. أوكي طيب، لحظة أنا عايزة أضيف شوية نقط سودا على اللبس بتاعي. النظام الرقيق، شكرا. مفيش مشكلة، ده واجبي. رائع، هياخد وقت قد إيه؟ أوه بقى جاهز، أظن إنه هيعجب البنت. إيه مشكلة جين زي؟ اوه لا الكيب بتاعي. لا هاي انتي رايحه فين؟ ها وانا كنت بقول انا وصلت. بطل خارق لطيف، انتي بتكلميني؟ انا سبايدر مان، واصحابي بيقولوا لي سبايدي. اوه انت وسيم، عمر ما حد قال لي كده. اصل انا بحب العناكب. بص انا معايا ايه، ما عنديش مانع يكون عندي واحد تاني. أوكي، إزيك تاني؟ وراكي أي حاجة النهاردة؟ ممكن حط؟ مش بالسرعة دي. إيه؟ أنت وقعت في الشبكة بتاعتي يا سبايدي. أوه لأ، أنا لازم أبعت الكلام ده لأليس. يعني أنت كنت بتضحكي عليا.